الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام إذا تقابل مع الواقع والواحد استفاد به فهو يبقى فيه نفع، وإذا ما كانش فيه فايدة فيبقى غس، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فعجبني أن مثبتات الفتن ست حاجات، ست أشياء من مثبتات الفتن، وخاصة المشاكل اللي احنا بنقابل فيها في الأيام دي. لازم الواحد يبقى متحصن بالأذكار والأدعية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا نزل عليه قصص الأنبياء أنه هو كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، اللي هي القصص الأنبياء. والقرآن أعظم حاجة لتثبيت الفؤاد، والقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والموعظة الحسنة والعلم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والتوحيد، الشهادة، وأعظم حاجة لتثبيت الفؤاد. القرآن والتوحيد هما من أعظم الأشياء، وقصص الأنبياء ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: من قلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فدايما الواحد يبقى قريب لربنا، وهذه من أعظم فوائد الأذكار، سواء قرآن سواء دعاء سواء قصص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأنبياء أو نطق بالذكر والشهادة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.